الشوط الثالث والعشرون مستمعينا الكرام، نعلن انقضاء الأشواط الصباحية. هنا شوط يبدأ من جديد بعد انتهاء شوط أمتعنا بالكثير من المنافسة والتشويق. هنا الشوط الثالث والعشرون والذي يخصص للأبكار المحليات هو المنطلق لنبدأ معكم رحلة جديدة بصدارة جديدة. هناك مع انطلاقة المسك خالد بن حميد بن سعيد العليلي هناك في أول المراكز والانطلاق المميز. ثاني المراكز ريمة لسيب بن سعيد بالشاعر العليلي، والمركز الثالث المتابعة هنا تأتينا من قبل أشواق لحمد بن راشد بن نايع الغفلي، ورابع المراكز هنا التدخل يأتي بهذه اللحظات من قبل الشاهينية لراشد بن حمد بن محمد الغفلي هنا في مقدمة صدارة الشوط. نتابع بقية المراكز والوصول من الأسماء الحاضرة حيث تصل في هذه اللحظات على خامس المراكز العزرة لعبيد بن جاسم بن عبيد الفغير، والمركز السادس مع انطلاقة فجر لسالم بن سعيد بن عبيد بن بدر العليلي، انطلاقة المركز السابع هناك مع مرموقة لسعيد بن محمد بن حليس العفاري حاضر مع الانطلاق. وثامن المراكز، ثامن المراكز الوصول هناك من قبل شواهين عمر بن مطر باللاحج الهايري هو الحاضر. أما المركز التاسع فحضورنا يتواجد مع سمحة لعبيد بن محمد بن عبيد المدحاني للتبي هنا في هذا العرض. والمركز العاشر وصول سمحة لحمد بن راشد بن سيب الساوي الغضلي، بينما الوصول أيضا في هذه اللحظات شموخ لسعيد بن راشد بن سيف الشعالي. هكذا النتيجة مستمعينا الكرام، هكذا التحدي وهكذا الانطلاق المميز لهذه الأسماء الحاضرة في بداية هذا الشوط وتحديه. أعود إلى أول المراكز، أعود من جديد إلى الانطلاقة الأولى والتغيير الذي حصل في هذه اللحظات حيث تابع ريمة. ريمة تسيطر على الأمور، ريمة لسيف بن سعيد بالشاعر العليلي ثاني المراكز. يا سلام يا سلام يا مرموقة، يا سلام يا بن حليس، مرموقة قدمة، مرموقة لسعيد بن محمد بن حليس العفاري من يشغل وضع الطيران في هذه اللحظات. ما شاء الله ما شاء الله. ثالث المراكز وتابع، ثالث المراكز شواهين لعمر بن مطر باللاحج الهايري، ورابع المراكز، رابع المراكز العزرة لعبيد بن جاسم بن عبيد الفغير. المركز الخامس، المركز الخامس هناك المسك لخالد بن حميد بن سعيد العليلي. سادس المراكز، من الواصل؟ من الواصل ومن القادم؟ هنا سالم بن سعيد بن عبيد بن بدر العليلي، من يقدم لنا فجر في هذه اللحظات. أيضا نتابع الشاهينية براشد بن حمد بن محمد على غفلي في المركز السابع، والمركز الثامن أشواق لحمد بن راشد بن نايع الغفلي. نتابع المركز التاسع، نتابع المركز التاسع في هذا الانطلاق، تصل معنا شموخ سعيد بن راشد بن سيف الشعالي. والمركز العاشر هنا انطلاقة سمحة لحمد بن راشد بن سيف الشاوي الغفلي. هكذا النتيجة من جديد متابعينا الكرام، وهكذا هو الحضور من جديد مع هذا الانطلاق ومع هذا التحدي في هذا العرض الصباحي. شوطنا الثالث والعشرون للأبكار المحليات، كيلوين كيلوين متبقيات من مسافة هذا الشوط وتحدي الانطلاق. كيلوين لنتابع فيهم هنا انطلاقات مميزة. أعود إلى المركز الأول،
أعود للصدارة الأولى مرموقه على الصدارة مرموقه سعيد بن محمد بن حليس العفاري من يقدم لنا مرموقه ثاني المراكز شواهين لعمر بن مطر بن لاحج الهايري وتابع أيضا ثالث المراكز ريمه لسيف بن سعيد الشاعر العليلي هناك المركز الرابع من الجانب الآخر فجر لسالم بن سعيد بن عبيد بن بدر العليلي وتسجيل هنا دخول العزرة العبيد بن جاسم بن عبيد الفغير وصلكم الشعالي وصلكم الشعالي ليشعل الأمور مع شموخ سعيد بن راشد بن سيف الشعالي في القدوم وفي الحضور أيضا وتابعة للمركز السابع سمحة قادمة لحمد بن راشد بن سيف بالساوي الغفلي والمركز الثامن من هنا مع الانطلاق حيث تصل هملولة لخليفة بن محمد بن زاهرة الخيالي أول ندى تحضر مع الانطلاق المركز التاسع هناك المست لخالد بن حميد بن سعيد العليلي قادم في هذه اللحظات أما على المركز العاشر فهناك الشاهينية لذياب بن خالد بن محمد بن مترف أكتفي هنا بهذه الأسماء بهذا الحضور إلى المركز الأول يا سلام يا سلام يا سلام يا بن حليس يا سلام مرموقة 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 هنا مع الانطلاق سعيد بن محمد بن حليس العفاري المركز الأول بالرقم واحد هنا مع الانطلاق أنا مع الانطلاق مرموقة 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 ثاني المراكز شواهين باللاحد الهايري يهدد على هذه المراكز عمر بن مطر باللاحد الهايري في ضغط كبير مرموقة إلى صدارة الشوط شواهين قادمة الله 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 يا هي منافسة روح الهايري لو روح لاحد باللاحد روح مع الانطلاق هنا مع هذا الحضور شواهين ما هي غريبة على هذا الشعار ما هي غريبة العوايد تتكرر الانجازات تتكرر سلامي عليك يا عمر بن مطر بن لاحج الهيري تهنينا والنامو ثاني المراكز سعيد بن راشد بن سيف الشعاري وثالث المراكز هناك منو كان